أخبار اليوم. نجلاء هنشوفك السنة دي في الدراما مع العدل، هقدم مسلسل مع الفنانة يسرا ومسلسل تاني مع الفنانة نيلي كريم بإذن الله. هتقدمي فيهم؟ لسه بص مش هقدر أدخل في تفاصيل عشان هقول لك بصراحة، أنا مضيت العقود من 3 أيام قبل ما أسافر الجزائر، وانا بالنسبه لي دي فرصه ان انا اشتغل مع العدل مره تانية. مريم نعوم هي المشرفه على كتابه السيناريوهين، والاثنين بالنسبه لي ان مريم نعوم تمسكهم، هي مؤلفه من الناس اللي ليها طبع خاص ومميز جدا وانا بحب شغلها. استاذ هاني خليفه في مسلسل وشوقي المجري في المسلسل الثاني، فالتكوينات كلها انا بالنسبه لي حاجه مميزه جدا. فانا عايزه اقول لك انا مضيت ومشيت. الف مبروك على الفيلم والف مبروك على المسلسلين.